السلام عليكم ورحمة الله، ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ معكم دكتور صفاء واصف، طبيبة اسنان واخصائي مكافحة العدوى وعضو الجمعية المصرية لمكافحة العدوى. فيديو النهاردة عن ايه؟ فيديو النهاردة عن لو حامل تاخدي حقن التطعيم التيتانوس ولا ما تاخديهاش. مبدئيا لازم قبل اي حاجة نعرف ايه هي الحقنة ديت. ستات كتير بتقولك انا رايحة اخد الحقنة بتاعت الحمل وهي ما تعرفش اصلا ايه الحقنة ديت، ولا بتحميها من ايه، ولا ممكن تضرها او ما تضرهاش. فمبدئيا لازم نبقى عارفين ايه هو التطعيم ده. التطعيم ده الحقيقة ضد نوع من انواع البكتيريا اسمها كوليستيريديم تيتيناي. البكتيريا ديت بتقدر تعمل حويصلات، بتكون عندها قدرة عالية جدا على العيشة في ظروف بيئية صعبة زي الجفاف والحرارة. فبتكون موجودة فين؟ بتكون موجودة في الشارع، في يعني في التربة على سطح الأرض كده، وبتكون موجودة في أي بيئة غير نظيفة، وموجودة برضو على أسطح أي آلات غير معقمة. الحقيقة هي وسعت الانتشار جدا في البيئة، وسهل جدا تلاقيها على الأرض في أي مكان. هي دي الحقنة اللي بنروح جري ناخدها لما بنكون حد مثلا بيبقى ماشي حافي وبيدخل في رجله مسمار. الحقيقة هي التطعيم الأكتف. يعني إيه التطعيم الأكتف؟ يعني التطعيم اللي أنا باخده يخلي جسمي يعمل أجسام مضادة ضد البكتيريا دي. التطعيم اللي الناس بتجري تاخده او الحقنة اللي الناس بتجري تاخدها لما تتشك هي الاجسام المضادة جاهزة، باعتبار ان احنا بنكون متوقعين ان الشخص ده بيكون خلاص كده لقط العدوى، لان زي ما قلنا هي وسعت الانتشار جدا في البيئة، فبيكون لقط العدوى، وبالتالي احنا بنديله الاجسام المضادة جاهزة علشان تلحق تشتغل على العدوى اللي هو اخدها. لكن التطعيم اللي الست الحامل دي بتاخده هو التطعيم اللي بيسمح جسمها اصلا يكون الاجسام المضاده دي. طب ده ايه فايدته عن التطعيم اللي الشخص اللي دخل في رجله مسمار او اتعور جرح عميق بيجري ياخده؟ ان ده بيكون مدته يعني او مده حمايته اطول، تصل لعشر سنين. عشر سنين الست دي محميه ضد المرض ده. طيب خلينا برضو نعرف، هو انا كحامل خايفة على مين؟ عليا انا ولا على الجنين؟ الحقيقة على الاتنين. الست الحامل ممكن لا قدر الله تلقط العدوى بسهولة جدا اثناء عملية الولادة لو تمت في مكان غير نظيف او بيئة غير نظيفة، او تم التعامل معها بادوات غير معقمة. والجنين كمان لو حصل لا قدر الله اي جرح عميق في بيئة غير نظيفة، او لو تم عمل قطع للحبل السري بادوات غير معقمه، الطفل الجنين يعني او الرضيع بيكون معرض بشكل كبير جدا للعدوى وبيلقطها بمنتهى السهوله. طب يا دكتوره حضرتك بتقولي ده الكلام ده لو في بيئه غير نظيفه، او لو انا حولد في يعني في مكان غير معقم. مين قال؟ انا حولد في مستشفى، ومعظم دكاتره بيقول لك لا خلاص ما تاخديهاش، انت هتولدي في مستشفى. طيب خلينا نكون واضحين ان في ستات كتيرة جدا ونسب كتيرة جدا من الستات لغاية دلوقتي في الاماكن الريفية الجميلة بتاعتنا بتفضل الولادة في البيت. فلو انت مقررة من الاساس ان انت تولدي في البيت، من فضلك خديها، ضرورية جدا. طيب لو انت مقررة ان انت هتولدي في المستشفى، خلينا نتكلم بشكل ابسط، ايه المشكلة ان انت تاخديها؟ ستات كتيرة جدا بيكون الطلق عندهم حامل درجة ان هي ما بتلحقش تروح المستشفى، بالذات في الولادات المتكررة. وان كان حتى الستات البكرية، انا اعرف ستات شخصيا في ولاداتهم البكرية ما لحقوش ان هم يروحوا المستشفى، وبتحصل الولادة في البيت، اي واحدة من افراد الاسرة بتساعدها انها تقوم بعملية الولادة، وطبعا الامور بتبقى مستعجلة جدا، فبيتم قطع الحبل السري باستخدام اي سكينة او اي حاجة، او ان الست بتكون مثلا ركبت عربية او تاكسي والطفل بيتولد في العربية او التاكسي في بيئة غير ملائمة بالمرة، وبالتالي نسبة الخطورة موجودة. طب انت ايه المشكلة ان انت تاخديها؟ هل في اي ضرر منها؟ الحقيقة هي امنة، مفيش منها اي ضرر طالما استشرتي طبيبك.
يعني طالما قلتي للدكتور يا دكتور انا عايزه اخدها، لو طبيبك النساء هو صاحب القرار الاول والاخير، لو قال لك لا لو سمحتي مدام حضرتك ممنوع تاخديها، طبعا الكلام في الاول وفي الاخير راجع ليه وهو صاحب القرار. لكن في دكاتره كتير بيبقى رايها اطباء كتير بيكون رايهم يا دكتور يا مدام والله عايزه تاخديها خديها، مش عايزه براحتك ما تاخديهاش. في الحاله دي مدام الطبيب ما عندوش مانع ان انت تاخديها، يستحسن انك تاخديها لو حاجه هتوفر لي حمايه ولو 1% 1 في 1000 من احتماليه ان انا لا قدر الله اصاب انا او طفلي بعدوى، ايه المشكله ان انا اخدها؟ طب هي ايه المشاكل اللي هي ممكن تسببها؟ الحقيقة مفيش اي مشاكل عضوية، كل الحكاية بيكون سخونية مكان الحقن، احمرار، تورم بسيط، حاجات كلها مقدور عليها تقدري تحتمليها، يعني ما بتتعارضش ابدا مع ممارستك لحياتك الطبيعية بشكل كبير. الحكاية دي بتفضل مثلا 3 أو 4 أيام والموضوع بينتهي عند هذا الحد. طيب هي بتتاخد قد ايه؟ بتتاخد جرعتين في اول مره حمل، بتتاخد جرعتين بينهم وبين بعض شهر، يعني مثلا بدءا من الشهر السادس وسابع او سابع وثامن. في الولادات اللي بعد كده، الولادات المتكرره اللي بعد كده، بتتاخد جرعه واحده تنشيطيه. طيب افكر تاني يا جماعه، اللي انتوا بتاخدوه دوت التطعيم الاكتف اللي يقدر يوفر لك اجسام مضاده في جسمك تحميكي لمده 10 سنين، يعني حضرتك محميه لمده 10 سنين من انك بعد 4 5 سنين لا قدر الله اتشكيتي، فانت محميه بشكل كبير جدا. مش اتشكيتي بقى معلش عذرا، مثلا لا قدر الله تعورتي جرح عميق او دخل في رجلك لا قدر الله مسمار او حاجه، اي حاله بتستدعي ان انت تاخدي حقنه التيتانوس، لا حضرتك محميه لمده 10 سنوات. فانا اتمنى لو يعني حضراتكم ترجعوا لطبيب النساء لو ما عندوش اي مشكله تخص الحاله بتاعت حضرتك بخصوص حقنه التيتانوس، لا اتمنى انك تاخديها. اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة، وانتظروني في معلومات جديدة بإذن الله الفترة الجاية. اشكركم جداً.